Why would you do that? Aren't you afraid of the consequences? مش خايف من العواقب؟ عواقب؟ consequences. أنت كنت عايز تقتلني. After you tried to kill me. إيه رأيك في الحين؟ ليه سلاح القناص اللي كان عايز يقفلني؟ Isn't this your rifle of your sniper? و دي ساعته. And his watch. إيه رأيك؟ Where is he? هو فين؟ الساعة زي خلصان من ساعة. His funeral has just finished. لو ما مشيتش دي الوقت حالا. If you don't leave straight away. نسيت إنك جيت البلد دي في يوم من الأيام. And forget the city. رجعك في أول قطر محطوط في نعش. Your caution will be on the next train. وقتك خلص. The time is up. يا ليلى. خير يا طه؟ خير. خير يا بنت عمي. ولا أقول لك يا أختي؟ أختك؟ وده صح يا طه ولا كلام؟ أيوه صح. أكتر حاجة كانت مضايقاني إني كنت هخسرك كأخت. دلوقتي أنتِ أختي وهتبقي أخت مرتي. كنت أتمنى تكوني مرت أخوي. مرت أخوك؟ أنا عارف يا ليلى إنك طول عمرك بتحبي زين. وأكتر حاجة عجباني فيك إنك متمسكة بحبه حتى بعد ما اتجوز. زين أخوي جدع وراجل. لو كان عارف قد إيه أنت بتحبيه ما كانش اختار غيرك. الله يا طه، مفيش حد فينا عارف نصيبه فين. بس أنا عندي سؤال. وانت بتحب صفية صح؟ مش هضحك عليك يا ليلى، انا لسه ما وصلتش لمرحلة الحب، بس انا بعز صفية وبقدرها. وانا صغير ابويا اتجوز مرة بعقله ومرة بقلبه، وانا في مرحلة اني بختار بعقلي، بختار اللي هتشيل اسمي وتصون عرضي وتعمل اي حاجة عشان تسعدني. ربنا يتم لك بعقلك يا طه. وبقول لك ايه، والله والله ما حتلاقي حد يسعدك وبيحبك أكتر من صفية. والله عارف، عارف من غير ما تحلفي. وأنا عايزة أأمنك كمان، أنا عايزك تحط صفية في عينك. أنا بقولك الست لما بتحب راجل الحب ده هتسعده العمر كله. أنت هتوصيني على بنت عمي اللي هتبقى مرتي. ربنا يتمم لكم على خير. يلا كملي كنس. ماشي، سلام. سلام يا ليلى. أنا بقى بصراحة عمري ما كنت أتخيل إن أنا ممكن أقابل حد شبهي كده في يوم من الأيام. ليه بقى إن شاء الله؟ طول الوقت كنت بحس إن أنا واحدة مش طبيعية أو واحدة غريبة شوية. أو بصراحة تقدر تقول إن اللي حواليا هم اللي كانوا دايماً بيحسسوني بكده. بالعكس، أنت مش غريبة خالص، أنت مختلفة، بس المفروض كل الناس تبقى زينا، زي وزيك كده، مخلوقين عشان يتبسطوا بس. والله عندك حق. أنا طول الوقت كنت بقول لهم كده ما كانوش بيصدقوني. أنا بقى بصراحة عشان كده طلقت. وده أحسن قرار خدتيه في حياتك. أنا أصلا مش عارف إيه العيشة الكئيبة اللي أنت كنت عايشاها دي. ده أنا عانيت معاناة في العيشة دي. مش عايزة أفتكر بقى. خلاص بقى، انسي وارمي بظهرك. والله يا عمر أنا بحاول أعمل كده طول الوقت، بس أنت عارف بقى يعني أهلي مش مديني فرصة. يا حبيبتي أنا فاضلهم بقى خلاص. يا ريت كان ينفع، بس للأسف أنا عايشة معاهم. يعني وشي في وش مامي وبابي طول الوقت. لا لازم تخلعي منهم بقى وتشوفي لي الشقه لوحدك. وعزة جلالة الله ما اتحركت من النيابه لو معاك قرار ضبط واحضار مسعد. وده القرار كام يا زين باشا لضبط واحضار الواد ده؟ القرار الثاني او الثالث تقريبا، بس ان شاء الله هيبقى القرار الاخير باذن الله بيه. انا متاكد انه يطلع من النيابه على الجنايات. زين، أنا عايزك تأمن نفسك كويس قوي وأنت رايح تجيب الواد ده. بعد إذنك إسماعيل، أنا مش هروح أجيب الواد ده. مش هكرر الغلطة اللي أنا غلطتها قبل كده. في مقولة كنت قريتها زمان بتقول قمة الغباء أن تفعل نفس الشيء وتنتظر نتيجة مختلفة. أنا عارف إن هتلر بلغه إن القرار ده طلع، وعارف الخطوة اللي بيفكر فيها، وأنا مستعد لها كويس.
ثق فيا يا اسماعيل بيه. مالك يا صفية؟ ماليش يا ليلى، كنت سرحانة شوية. سرحانة في ايه؟ خايفة يكون طه بيضحك علي. يضحك عليكي كيف؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ صدقيني صدقيني يا صفية، طه بيحبك ومفيش حاجة موجودة من اللي انت بتفكري فيها. هدى من متى يا ليلى؟ من دلوك. انا عارفة انه طه بيحبك. انبسطي بأحلى لحظات عمرك يا حبيبتي. بجد يا ليلى؟ يعني ممكن مشاعر حد تتغير كده؟ أيوة ممكن طبعاً. طب وانتي؟ كيف مشاعرك عمرها ما تغيرت ناحية زين؟ مشاعري من ناحية زين عمرها ما هتتغير يا صفية، عشان زين حب عمر، حب حقيقي. إنما مشاعر طه لي كان مجرد إعجاب، ولما شاف صح إنه يعمل بيت ويشوف واحدة يكمل معاها حياته كلها اختارك انتي. وبعدين طه ده ربنا كان مبتليه في نظره، ولما نظره رجع له شايف انه مفيش في حلاوتك وجمالك. بجد يا ليلى الكلام ده من قلبك؟ من قلبي ومن عقلي يا حبيبتي. وشطارتك عاد انك تعملي بيت وتخلفي وتخلي جوزك يحبك طول العمر. حبيبتي يا اختي ما تزعليش من أي كلمة قاسية قلتها لك قبل كده. زعل منك كيف؟ ده أنت مش بس أختي، أنت بنتي يا حبيبتي. مسعد! يا مسعد! خير يا أبا فيه؟ ولد الجناوي عمل لك قرار ضبط الإحضار تاني، هيجي يقبض عليك. ده حصل ميت. مش وقت دلوقتي، هشرح لك في الطريق. ايه في ايه حصل؟ ايه اكتم يا ولي منك ليها. كل حاجه جاهزه يا كبير. يلا يا موسى يلا. يلا على فين؟ اسكتي. رايح فين؟ محمد ايه؟ محمد فاكا يا بيه. طب انزل افتح الصندوق وريني. انا قلت لك محمد فاكا يا بيه. شامم ريحه فاكهه، شامم ريحه عفشه. اطلع نزل الاقفاص دي. يلا يلا نزل بسرعه. استنى مسعد بيه، مش بقول لك شامم ريحه عفشه؟